ضيفنا أستاذ العلاقات الدولية علي مطر من بيروت، أجدد الترحيب بك سيد علي. وكنا نتحدث أين يقف اليوم لبنان برمته إزاء ما وصفته بالحرب الشاملة التي تشنها إسرائيل، وإلى الآن على الرغم من مرور ساعات فإن حزب الله لم يصدر بيانا بشأن ما حدث، برأيك لماذا؟ نعم، لا شك انه كما كنت اقول فيما يتعلق بالعدوان، لكن الان علينا يعني ان نمتص هذه الصدمه. اليوم الان الحزب بطبيعه الحال هو امام عدوان كبير جدا، وبالتالي مفترض الان ان يحتوي ما يحصل ويمتص صدمه ما يحصل، ومن ثم يبدا بالتعامل مع هذا الحدث. هذا الحدث كبير جدا، وكما نشهد ان هناك عدوان كبير هو شبيه بما يحصل بقطاع غزه. يطبق الإسرائيليون اليوم عقيدة الضاحية بشكل واضح، والتي تقوم على ضرب كل البنى التحتية في الضاحية الجنوبية. لكن الآن لا يمكن الحديث عن أي عمليات عسكرية طالما أن حزب الله لم يتحدث أولا عن وضعية ما حصل يعني فيما يتعلق بمحاولة الاغتيال، ومن ثم كيف سيتعامل مع الميدان. لكن لا شك أن الأمور لن تمر بهذا الحال. الآن الإسرائيلي يريد من الحزب يعني أن يعلن استسلامه أو يكون قد تلقى الضربة الأكبر. علينا أن ننظر بطبيعة الحال إلى ما سيقرره وما سيفعله في الميدان، لكن من المتوقع أننا أصبحنا في يعني لم نعد على حافة الهاوية، بل تخطينا هذه المرحلة وأصبحت الأمور يعني فتحت على مصراعيها. نعم سيد علي، كثيرون يتحدثون عن الحرب الشاملة، والبعض يقول إنه حتى اللحظة، ومنهم مسؤولون أمريكيون يقولون بأن الحرب الشاملة ليست ضرورة حتى اللحظة، ولكن ماذا من وجهة نظر حزب الله؟ هل أصبحنا نحن في خضم حرب شاملة بعد هذه الضربة، أم أننا لا نزال في إطار التصعيد الموسع؟ بطبيعة الحال هناك عدوان واسع وكبير جدا. إلى الآن يعني لم يصرح أحدا من الحزب حول كيف ستؤول إليه الأمور وكيف سيواجه هذه المرحلة وما هو موقفه. ولكن الآن الإسرائيلي يأخذنا إلى كل السيناريوهات. علينا أن ننظر هل أنه فعلا الإسرائيلي أيضا سيقوم بهجوم بري متزامن مع هذا الهجوم الجوي الذي يحصل، أم سيكتفي بهذا الهجوم الجوي وبالتالي يواجهه يعني من قبل الحزب ايضا تصعيد مقابل هذا التصعيد او لا. اذا حصل الهجوم البري خلص يعني اصبحنا امام حرب بشكل كبير، ولم يعد هناك امكانيه للحديث عن الرجوع الى الوراء. الان الامريكي يتحدث عن الدبلوماسيه، لكن كيف تحصل هذه الدبلوماسيه تحت النار؟ هو يريد اخذ الحزب الى اتفاق بالقوه وبالنيران، لكن السؤال هنا هل فعلا سيذهب الحزب كما يريد الامريكي والاسرائيلي الى اتفاق من خلال القوه والنيران؟ هذا الى الان على الرغم من اننا نرى هذا الضغط الكبير الذي يحصل على المستوى الغارات، الا انه من غير المتوقع بحسب المتابعه ومعرفه عقليه حزب الله، من غير المتوقع فعلا ان يعني يذهب الى اتفاق حاليا وان لا يرد على كل ما يحصل، وبالتالي نكون امام مرحله يمكن القول ان تحولنا الى مرحله جديده كليا في قواعد مختلفه تماما.